هنا 300 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ بالشكل ده كده، 300 جرام يعني كوباية ومعلقة كده تقريبا مليانة كمان. هحط عليهم ايه؟ هحط عليها كوباية من النشا بالراحة كده. هحاول بقى امزج النشا بالزبدة لحد ما تكون معايا عجينة، مش هحط عليها اي حاجة تانية، هو النشا والزبدة بس. دلوقتي النشا والزبدة كونوا معايا عجينة ناعمة جدا بالشكل ده كده. دلوقتي بقى معايا كيس خزين او بلاستيك راب، اي حاجة متوفرة هحط فيها الخليط النشا والزبدة. دلوقتي بقى هفرد الزبدة والنشا بتاعتي كده بطريقة مستطيلة او مربعة، بس الاحسن مستطيلة علشان تبقى سهلة معايا في الفرد. هحاول بس اسويها بالشكل ده كده. دلوقتي بعد ما فردت الزبدة بتاعتي بحاول اطبق عليها الكيس بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هحطها في الفريزر تتماسك تماما وكمان تتجمد او تسقع قوي. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة من الملح، رشة من السكر، معلقة واحدة بس من الزيت النباتي، معلقة كبيرة طبعا، معايا مية من الحنفية. المية يعني لسه هلم العجينة ونشوف اخدت قد ايه، بس انا معايا كوباية كده. هنكمل باقي الكوباية وهيكون كده المقدار على 3 كوبايات، كوباية من المية. ودلوقتي العجينة بقت جاهزة معايا بالشكل ده كده، ناعمة جدا وطرية ما بتلزقش في الايد يعني بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هي طبعا ما فيهاش ولا خميرة ولا بيكنج بودر ولا حاجة، بس هسيبها 10 دقايق بس ترتاح علشان لما اجي افردها تبقى سهلة معايا في الفرد. سبت العجينة ترتاح، طلعت الزبدة من الفريزر، هقطعها 4 بالشكل ده كده، مش مهم خالص البهدلة لان انا لسه هظبطها. وبعد ما اقطعها 4 هقطعها كمان من النص، هيبقى عندي 8 قطع من الزبدة بالشكل ده كده، هسيبها على جنب. دلوقتي بقى معايا رشة هنا من الدقيق، وكده العجينة بتاعتنا ارتاحت بالشكل ده كده. شايفين بتفرد معايا بكل سهولة ازاي؟ دلوقتي بعد ما فردت العجينة بالشكل ده كده حطيت قطع من الزبدة، هقفل عليها العجين بتاعي بالشكل ده. هحط مكعبات من الزبدة تاني وارجع اقفل عليها العجينة بتاعتي تاني بالشكل ده كده. الغرض من الحركة دي ان انا عايزة كل الطبقات يكون فيها زبدة. دلوقتي هرجع احط مكعبات من الزبدة تاني بالشكل ده. دلوقتي انا كده قلبت العجين بتاعي، حطيت مكعب من الزبدة، هرجع اقفل عليه مكعب من الزبدة وهرجع اقفل عليه وكمان مكعب من الزبدة وهنرجع نقفل، واخر مكعب معانا. بالشكل ده كده وهنرجع نقفل. هسيب العجينة بتاعتي ترتاح 5 دقايق بالشكل ده كده. دلوقتي العجينة بتاعتي ارتاحت 5 دقايق، هحاول افردها بالشكل ده كده. انا علشان اسهل على نفسي حطيت الكيس اللي كان فيه الزبدة وهفرد بقى على قد ما اقدر. وبكده اي زبدة بتطلع بدهنها على العجين، وهرجع اطبق العجين بتاعي بالشكل ده كده. شايفين كل الزبدة دي؟ مهم جدا ان هي تطلع عشان كل حتة من العجين يبقى فيها زبدة وتعمل الطبقات اللي المفروض تتعمل. دلوقتي هغطيها واسيبها كمان 5 دقايق ترتاح. ممكن
نحطها دلوقتي في الثلاجة، بس انا عشان الزبدة بتاعتي متجمدة من الاول مش محتاجة احطها في الثلاجة تاني، لان العجينة بحط ايدي عليها بتبقى ساقعة. دلوقتي بعد ما عدى كمان 5 دقايق، شايفين كل ما بعدي ال5 دقايق كل ما العجينة بترتاح، بيبقى سهل جدا افردها، بس بمساعدة الكيس بتبقى اسهل. دلوقتي بعد ما لمينا العجينة او طبقنا العجينة وفردناها كذا مرة، وفي اخر مرة فردتها عملتها 5 6 مرات، واخر مرة فردتها على المفرش اخدت المفرش كله طول وعرض زي ما احنا شايفين كده. لو في اي وقت حسيتوا ان العجينة ساحت، ممكن نحطها في التلاجة او في الفريزر، او نرش تحتها دقيق. فانا دلوقتي هقسم العجينة من النص بالشكل ده كده، وهرجع اقسم النص اللي انا قسمته كمان نص تاني، يعني عايزة اعملها على 4 قطع. وبكده رجعت قسمتها بالعرض، يعني بالطول وبالعرض، الحجم طبعا اللي احنا عايزينه. انا قسمتها بالشكل ده كده، يعني انا عايزة اوريكم بس العجينة من جوه. طبعا هي لسه سخنة، لسه هتدخل الفريزر. شايفين بقى الطبقات قد ايه، كذا طبقة على بعض. دلوقتي بقى انا معايا اكياس تلاجة قطعتها بالشكل ده كده، او ممكن حتى ورق زبدة، هحط عليها العجينة بتاعتي واحطها في الفريزر. مهم جدا الخطوة دي، ان انا احطها في الفريزر قبل ما استعملها اقل حاجة اقل حاجة ساعتين، ممكن تبات ليلة كاملة. وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا. زي ما قلنا هنحطها في الفريزر، اول ما نحتاج اي باف باستري عندنا سواء للمعالي او للكرواسو او للباتي او لاي حاجة. بجد عجينة حلوة جدا، ما والله مش متعبة ولا حاجة، هي بس بتاخد شوية خطوات، بس خطوات كلها سهلة وبسيطة. لو انت قاعدة مثلا موراكيش حاجة ممكن تعمليها بكل سهولة، وفي الاخر بتطلع معانا الشكل الحلو ده. انا حطيتها كده وحطها في علبة وحطها في الفريزر، احتفظ بيها واستخدمها لأي حاجة، وان شاء الله نستخدم العجينة في وصفات كتير جاية مع بعض. وياريت اللي جرب الوصفة وتنجح معايا وتعجبه يسيب لي رأيه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.